اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وبارك عليه وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد، السيد مدير الجامعه، السيدات والساده مسؤولو الجامعه في كل المستويات، اساتذتنا الكرام، عمال اداريين، طلبتنا الاعزاء، مدير مخبر النشاط البدني، تربيه مجتمع وصحه، ممثل مديريه الصحه الولايه الشرف، رئيس الجمعية العلمية للأطباء الجزائريين بولاية شلف، الطاقم الطبي بجامعة شلف، الأسرة الإعلامية بكل مشاربها، ضيوفنا الكرام، حياكم أهلا ووطأتم سهلا في رحاب جامعة شلف. أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لعل خير ما نبتدئ به فعاليات هذا اليوم الإعلامي الذي يدخل في إطار الأسبوع المغاربي للصحة الجامعية 2020 تحت شعار كلنا متحدون لمجابهة كوفيد 19، هو آيات بينات من الذكر الحكيم تتلوها على مسامعنا الطالبة بني السنوات كفترة مشكورة. I'm
والعلم ورفعه وتقدم الوطن باخلاص، تحيه اجلال واكرام لشهداء الابرار، لنستعد جميعا لتحيه العلم. سرير للعناية وكذا حتى
حتى يتم التكفل بمرضى سكان ولاية الشرف، خاصة الحالات التي تكون حرجة. إذا أعطينا آخر حصيلة عندها يومين، كان عندنا 26 حالة مصابة أو مشتبه إصابتها بهذا الفيروس، قيد الاستشفاء في مختلف المصالح الاستشفائية، من بينهم 6 حالات متواجدة بمصالح العين المركزة، 26 مريض تم الاستشفاء، يعني هو على الانخفاض، وهذا الشيء ما جاش وحده، وإنما جاء بمجهودات الجميع على رأسهم عمال الصحة وكل الفاعلين في تسيير هذه الأزمة بما فيه المواطن اللي احتاج الإجراءات الوقائية. هذا واجبنا وما نهربوش منه. جميع عمال الصحة مجندون ولا يزالون مجندين ومتأهبين لمحاربة الفيروس بالذات. لذلك وجب علينا أن نساعدهم بأمور بسيطة لا تكلف لا جهدا ولا وقتا ولا أي شيء، يعني هي أمور بسيطة يمكن أن نساعد بها جنود يعني الجيش الأبيض كما يسمى. هي الإجراءات الوقائية. ما هي هذه الإجراءات الوقائية؟ وخاصة في أسبوع المغرب للصحة الجامعية، يعني نحث الطلبة الجامعيين على اتباع هذه الإجراءات واتباع مصلحة الأخصائيين. إلزامية ارتداء الكمامة هو إجراء بسيط لكنه في 90% يحد من انتشار الفيروس. يعني مجبرين أن نضع الكمامة ونضعها بشكل سليم حتى نحافظ على صحتنا وصحة من حولنا. التباعد الجسدي والاجتماعي هذا أيضا يساعد في الحد من انتشار الفيروس، بالإضافة إلى غسل اليدين بانتظار سواء بالماء والصابون لمدة على الأقل 20 ثانية، أو إن غاب الماء بالمحلول يعني لجلد الأرض. وإدارة الجامعة والإقامات الجامعية يعني مطلوب منهم أنهم يعقموا المقرات والمكاتب والمدرجات والمطاعم والمكتبات حتى يحدوا من انتشار هذا الفيروس. في مرحلة سابقة تم بالتنسيق مع الإقامات الجامعية أو مديرية الخدمات الجامعية، كان هناك لنا أيام تكوينية وتحسيسية على مستوى مختلف الإقامات الجامعية سواء للبنات أو الذكور، يعني تعريف الطلبة حول ما هو الفيروس، ما هي مخاطره، طريقة انتشاره. يعني كان عندنا مساهمة وأطباء الإقامة مشكورين على الجهد المبذول حتى يسيروا ما هو تعريف هذا الفيروس للطلبة من أجل تجنب انتشاره. في الختام وإذا سمح لي الحضور الكريم، أود أن أشكر كل مستخدمي الصحة سواء في القطاع الخاص أو القطاع العمومي على كل الجهد المبذول في إطار محاربة هذا الفيروس. كذلك نشكر الجمعيات وفعاليات المجتمع المدني، لجان الأحياء، أطباء الخدمات الجامعية، الصحافة، إذاعة الشرف، السلطات الولائية والمحلية، المنتخبين، وكذلك السلطات العليا في البلاد للإجراءات الجريئة المتخذة حتى تحد من انتشار هذا الفيروس ويبقى تبقى الوقاية خير من العلاج. وأنتم كلكم معنيون بالمشاركة في تسيير هذه الأزمة الصحية، وشكرا لكم. شكرا دكتور لويس على عبورك الدعوة. الشكر موصول أيضا لمدير مخبر النشاط البدني والرياضي تربية مجتمع وصحة لتربيته الدعوة. كنتم معنا مشاركين في الأسبوع المغاربي للصحة الجامعية سنة 2016 حول داء السكري. شكرا لإثراء هذا اليوم الإعلامي مرة أخرى. إليك الكلمة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أنا بدوري أحيي إدارة الجامعة وأشكرها على هذا اليوم الإعلامي حول هذه الجائحة والتي أصابت مختلف دول العالم ولم تفرق ما بين دول قوية ودول ضعيفة. وباعتبار الجامعة هي شيء اجتماعي، رأينا بدورنا نحن مخبر نشاط البدني ورياضي المجتمع والتربية والصحة، وبحكم أننا نتناول بعض المتغيرات الصحية وليس الكل، أن نشارك بها الوباء
بدراسة حول هذا الباب انطلاقا من دراسات البرنامج الذي قمنا بها، لأنه كما يعلم الجميع أنه التداول هذا الوباء اللي هو وباء كورونا ربما تنطبق عليه نظرية الجبل الجلدي. الظاهر هو الجانب البيولوجي فقط، لأن الجانب البيولوجي ربما كان في مواجهته الجيش الأبيض الذي نشكرهم كثيرا لما قدموه من تضحيات في هذا المجال، اليوم الأطباء والطاقم الصحي في الجزائر وفي مختلف الدول. إلا أن الجزء الغير ظاهر هو الذي ربما يعمل الشعار المختار هو كلنا متوحدون على تغطيته، وهذا الجانب الغير ظاهر ربما لاحظنا تكاتف الجهود في المجتمع الجزائري من مجتمعات من جمعيات ومجتمع مدني للتغلب على هذه الجائحة. سنحاول من خلال تدخلاتنا تسليط الضوء على المتغيرات الغير ظاهرة ربما التي لم يعطى لها أهمية كبيرة، هي المتغيرات النفسية والاجتماعية التي أصابت بالدرجة الأولى الأفراد الذين كانوا في المواجهة هم الأطباء. ربما لاحظنا من خلال مختلف التقارير التي كانت تنشر يوميا كيف كان يتعرض الأطباء إلى مختلف الاضطرابات النفسية والاجتماعية. إضافة إلى هذا، هذا الوباء انعكس أيضا على المجتمع انطلاقا من عملية الإغلاق أو عملية الحظر الصحي التي تقرب على المجتمع. فسنحاول من خلال مداخلتنا فيما بعد أن نتطرق لها النقاط ربما التي ستكون تتمة لهذا العمل الذي يقوم به المجتمع ككل من أجل التصدي لهذا الوباء. فأشكر الجميع مرة أخرى على هذا اليوم الإعلامي، ونتمنى أن تكون هناك نقاط أخرى في هذا المجال. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، نشكركم على الاستضافة. بسم الله الرحمن الرحيم، نشكر الطاقم الإدارة الجامعية على مشاركتنا في إحياء الأسبوع المغاربي للصحة الجامعية لسنة 2021. اليوم 24 مارس 2021 تمر حوالي سنة على بلوغ ذروة الوباء كورونا في مارس 2020 والظهور الموجة الأولى، حيث بلغت ما بين 21 مارس 2020 إلى غاية 28 مارس 2020 ما بين 94 حالة بالجزائر إلى غاية أكثر من 400 حالة. وكان هنايا الجمعية العلمية للأطباء الجزائريين منذ انتشار الوباء في خرجات ميدانية وتأسيسية لمحاربة ومجابهة كورونا فيروس كورونا. اليوم سنتطرق على طور هذه الخرجات التأسيسية وكيف كانت النتيجة منها إلى غاية يومنا. مشكرا. دكتور عامر على هذه الترجمة. إذا بعد افتتاح فعاليات هذا اليوم الإعلامي من طرف مدير الجامعة الذي نشكره على رعايته لهذا اليوم، ندعو المشاركين لاستراحة قهوة قصيرة، فاصل ونواصل إلى القاعة. شكرا. جميع الأطباء الجزائريين، مداخلة من حول دور الخرجات الميدانية في تحسيس المجابهة جائحة كورونا. في ديسمبر 2019 وقعت حالات إصابات جماعية بالالتهاب الرئوي في مدينة ووهان بالصين. تبين ذلك أن سبب الحالات كان زيارة سوق للموارد الحيوانية والبحرية والعمل فيها. في الكاميرا تبين في بعض الحالات المبكرة أن سبب الإصابة هو من الفصيلة التاجية. اكتشف حادثا وأطلق عليه اسم كوفيد 19.
انتشر الفيروس في مدينة ووهان ثم في الصين داخل الصين ثم انتشر إلى جميع أنحاء العالم. في 30 جانفي 2020 أعلنت منظمة الصحة العالمية تفشي مرض باعتباره حالة طوارئ متعلقة بالصحة العامة وتثير قلقاً دولياً. ما هو فيروس كورونا؟ فيروس كورونا هي فيروسات تاجية زمرة كبيرة من الفيروسات وتتكون من مادة وراثية في اللب يحاط بها غلاف عليه مهاميز أو مهاميز بروتينية مما يعطيها شكل ويطلق على كلمة تاج باللغة اللاتينية كورونا ومن هنا استمدت الفيروسات التاجية اسمها. توجد أنواع مختلفة من فيروسات تسبب الأمراض لدى الحيوان ولدى البشر. لدى البشر يمكن أن تسبب الفيروسات التاجية التهابات في الجهاز التنفسي لتنوع من من نزلات برد إلى أمراض وخيمة أمراض التهابات الرئوي منها تتنوع منها فيروس كورونا المتسبب في متلازمة الالتهاب الرئوي الحاد الوخيم سارس سيندروم ديتريس ريسبيراتوار إيجي الذي ظهر أول مرة في الصين 2003 كائن الالتهاب الرئوي وفيروس كورونا متسبب في متلازمة الشبكة الأوسط التنفسية ما يدعى بمارس كوف ظهر أول مرة 2012 في المملكة العربية السعودية وأخيرا ما ظهور فيروس كورونا سارس 2 وهو فيروس مسبب بمرض كوفيد 19 الذي ظهر أول مرة في 2019 وأعلنت عليه منظمة الصحة سنة 2020. مصدر الفيروسات من المعروف أن الفيروسات كورونا تنتشر عبر الحيوانات وكذلك يمكن أن تنتقل عند الإنسان. ويعود إلى مجموعة من هذا الانتقال يعود إلى مجموعة من العوامل مثل حدوث طفرات في الفيروس وتزايد مخالطته بين البشر. على حسب المثال في المعروف أن فيروس كورونا المستجد لمناسبة الشق الأوسط التنفسي ماس ينتقل عبر الإبر وفيروس كورونا متسبب بمتلازمة الالتهاب الرئوي الحاد الوخيم سارس ينتقل عبر سلاليم الزجاج أنواع من القرق ولهذا المستودع الحيواني لفيروس كورونا المستجد لعام 2019 غير المعروف إلى حد الآن. كيف ينتقل فيروس كورونا؟ ينتقل فيروس كورونا من إنسان إلى إنسان آخر عن طريق ملامسة الإنسان الرذاذ الذي يحتوي على الفيروس ومن ثم ملامسته ملامسة الأنف ملامسة الفم أو ملامسة العينين. هناك الأعراض الشائعة المعروفة ارتفاع في الحرارة سعال ناشف صعوبات في التنفس كما أعراض يمكن أن فقدان الشم فقدان الذوق الإسهال أعراض تنفسية أعراض في الجهاز الهضمي كذلك يمكن أن توصل إلى أعراض أكثر خطورة تصاب أعضاء الجسم وأعراض أخرى توصل إلى الالتهاب الرئوي الحاد. خطورة المرض تقريبا 80% من المرضى يقدر 80% من المرضى يتعالجون دون إلى أدوية خاصة لكن كانت هناك مجموعة من الأشخاص التي كان خطر عليها هي مجموعة المسنين مجموعة التهاب الجهاز التنفسي المزمن السمنة
مرضى السكري، مرضى الضغط الدموي، أمراض القلب والأوعية، وكذلك مرضى السرطان. تشخيص الإصابة، حتى الآن تشخيص الإصابة تكون عن طريق البي سي آر أو عن طريق السيرولوجي كوفيد 19. هو الرعاية تكون من وزارة والوقاية من الفيروس، هي الإرشادات التي أرشدت الوقاية. أرشدت مكافحة فيروس كورونا 19. بدأنا أولا أن مكافحة الفيروس في فبراير 2020 حيث ارتكز عملنا على التوعية الصحية حول الفيروس وتعزيز الأنشطة الوقاية من العدوى ومكافحتها وإجراء تدريبات حولها. دورة تدريبية الأطباء حول مكافحة العدوى وكيفية الوقاية من فيروس كورونا تضمنت الدورة عرض شامل حول مرض كوفيد 19 تحت إشراف أطباء مختصين في الأمراض المرضية، لمحة عن الفيروسات التاجية بشكل عام وفيروس كوفيد 19 بشكل خاص، لمحة عن الأعراض الأسباب عوامل الخطورة المضاعفة والوقاية. ثانياً التكليف حول التعامل مع مرضى كوفيد 19، أخذ المساحات الطبية لكشف عن الإصابة بفيروس كورونا، كيفية لبس ونزع ملابس الحماية، تعليم وتقييم ارتداء الأقنعة، أهمية الالتزام بلبس معدات الوقاية الشخصية بحسب توصيات مكافحة العدوى، كيفية التعامل مع الحالات المشتبه بها، كيفية التعامل مع الحالات المؤكدة والخطرة، الوقاية ومكافحتها أثناء الرعاية عند الاشتباه في الإصابة بالفيروس. المستلزمات والتجهيزات الضرورية لمكافحة فيروس كورونا، ضرورة توفير المستلزمات بما فيها الكمامات، كمامات الجراحية وأجهزة التدفئة والأثواب الواقية والنظارات الواقية وأقم لليدين وجهاز لقياس الأشعة الحمراء. رابعا تطرقنا الى شرح تقنيه البي سي ار، كيف تكشف تقنيه RT-PCR في الوقت الحقيقي عن فيروس كورونا، ما الجدوى من استخدام تقنيه RT-PCR في الوقت الحقيقي، اخذ عينات بطريقه سليمه لتفادي نتائج خاطئه، اتخاذ التدابير الاحترازيه لتفادي نشر عدوى خلال فحص RT-PCR. خامسا البروتوكول العلاجي، اتباع تقول العلاج الصادر عن وزارة الصحة، الحجز المنزلي، الاستشفاء في وحدات العزل، الاستشفاء في العناية المركزة، وتخصيص مستشفيات مرجعية لمكافحة كوفيد 19. الهدف من الدورات التكوينية للأطباء وعمال الصحة كان تحضير الجيش الأبيض لمواجهة الوباء، وهذا كان أول هدف الأيام التحسيسية. جائحة فيروس كورونا في الجزائر، انتشرت جائحة فيروس كورونا لعام 2020 في الجزائر ابتداء من 25 فبراير 2020 عندما فحص إيجابيا بمرض فيروس كورونا 2 المرتبط بالمتلازمة التنفسية الحادة الشديدة سارس كوف 2 لعينة من مواطن إيطالي، ثم كشف عن حالات أخرى مصابة كوفيد 19. الحملة التحسيسية في ولاية الجمعية العلمية الجزائريين في شهر مارس 2020 تم غلق المدارس والجامعات والمعاهد بقرار وزاري لتفادي تفشي الوباء، وبعد ذلك جاءت غلق المقاهي السينما الملاهي من أعياد الميلاد والمواد الاجتماعية الحمامات وحفلات الزفاف. انطلاق الحملات التحسيسية بشرف في محور إرشادات وقائية ضد فيروس كورونا في الأماكن العمومية ومحطات النقل المستقبلي، توزيع منشورات ومطويات على المواطنين وفضاءات الصحة العمومية تحمل تعليمات
شدة حمل الوقاية من كورونا. الحملات التحسيسية التباعد الاجتماعي واحترام المسافات الاجتماعية. عدم الاختلاط في الأماكن العمومية. حملات تعقيم في الأماكن العمومية التزام بالتعليمات وفي الإطار الوقائي ضد فيروس كورونا. تواصل الحملات التحسيسية على الأدوات التلفزيونية وأثير إذاعة مكبرات الصوت لنشر صحيح بين الناس حول فائدة القناع الوعي، تطبيق الحجر الصحي، التدابير الوقائية والاحترازية، تفادي مغالطة الإشارات المهولة، نفي تناول المضادات الحيوية، الاستعمال غير عقلاني للأعشاب والسكر. بالرغم من أن عدد الإصابات لم يكن مرتفعا مقارنة ببعض الولايات ولاية البليدة، إلا أن وصلنا في الحملات التخصيصية وكان الهدف منها تحضير مواطن واعي على دراية بالتدابير الوقائية عند حدوث ظاهرة الوباء. شكرا. حالات تم التكفل بها يعني في المنزل لما يتم استشفائها لا تقوم باستشفاء ويحاذي الحاجة إلى الحد الآن. تقوم الجامعة بتطبيق البروتوكول الصحي من تباعد وإلزامية لبس الكمامة لجميع الموظفين والطلبة والعمال. قلت كما قلت آنفا تم اكتشاف 5 حالات 4 رجال وامرأة تم مدهم بالأدوية والمتابعة عن بعد مع حجر المنزل. كما تتم دوريا توعية الطلبة على هذا المرض المستجد. أريد أن أقوم ببعض التعريفات البسيطة. الفرق ما بين الوباء والجائحة. الوباء الإبتدائي هو مرض معدي يعني يصيب عدد كبير من الناس لكن في بقعة جغرافية محددة عكس لابانديمي الجائحة التي تصيب عدة بقع جغرافية وعدة بلدان. يعني نقول أن الإبتدائي وباء وطني أما البانديمي هي الوباء على يعني يصيب كل الدول. المغزى الرئيسي المسبب والمتهم في هذا الوباء يعني هو الخفاش الذي ينقل الفيروس الى الحيوان البونبونا والصينيين يقومون بتناول لحم هذه الحيوانات الغريبه. طريقة تنقل هذا المرض طريقة مباشرة وهي الأكثر شيوعا عن طريق الرادار التنفسي الذي يصل حتى 2 متر عندما يتكلم الإنسان أو يعطس أو يكح. ويمكن الفيروس أن يعيش في الهواء لحوالي 3 ساعات. الطريقة الثانية هي الطريقة غير مباشرة عندما يقوم الإنسان المصاب بالنقل بالكحة أو العطس فيتوضع هذه الفيروسات على أماكن مسطحة. يمكن أن يعيش هذا الفيروس حوالي 3 أيام فوق البلاستيك ويومين فوق الإناث ويوم فوق الأولاد. وقت الحضانة يعني هو الوقت الذي يتلقى فيه الفيروس المريض
حتى الى ظهر الاعراض، وهو من 5 إلى 6 أيام ويوم يوميا 24 يوم. الاطفال اقل اصابه مقارنه بين الكبار، وهناك نظريه علميه كبازيه للطفل قد تلقى في السابق عده تطعيمات، وممكن هذه التطعيمات تكون نظريه يعني حاجز للدفاع عن الجسم. وكذلك المستقبلات اللي عند الطفل ليست كغيرها الموجوده عند البالغ، لذلك تكون الفعاليه احسن من الكبير. نجد بعض الحالات التي تكون الانسان يكون مصاب ولا توجد فيها اعراض، وهناك بعض الحالات المستعصيه صعوبه التنفس، تقاتل الدم، القصور الكلوي عند الاشخاص الكبار، اصحاب الامراض القلبيه، السكري، الرغم، المناعه، فقدان المناعه، والاصحاب السرطان. الدواء الحالي والناجع والحمد لله اصبح متوفرا هو التقرير لاباكسلاس. في الخلاصة، مرض كورونا يبقى دائما مرض خطير ولو سلبيا على الصحة نفسيا وجسديا والاقتصاد. التشخيص المثالي والذي له فعالية كبيرة هو البي سي ار. الطرق الوقاية يجب أن تكون دائما متبعة. التقيح هو العلاج الدائم والمهم في هذه المرحلة للقضاء على الوباء. للتذكير فإن المريض الذي أصيب بمرض الكورونا يكتسب مناعة تدوم إلى حد إلى 3 أشهر فقط، لذلك فكل معنيون بهذا التقرير. وشكرا. أقدم فقط أنه من خلال متابعة مختلف التقارير التي تبث يوميا نلاحظ أنه الشغل الشاغل الذي كان في مختلف وسائل الإعلام هو التحدث عن الجانب البيولوجي لهذا المرض اللي هو الوباء كورونا، لكننا في نفس الوقت من خلال وسائل الإعلام نلاحظ درجة الهلع والخوف التي كانت تصيب مختلف الأطفال، سواء ممن كانوا من الجيش الأبيض الذي كان في المواجهة اللي هو الأطباء، إضافة إلى المساعدة الأطباء، إضافة أيضا إلى الأفراد الذين ربما كانت عندهم درجة الإصابة كبيرة، اللي هم الأفراد اللي عندهم المرض الكروني، معناها عندهم الأمراض المزمنة، كانت عندهم درجة تاع الإصابة كبيرة. هذو كان مستوى الخوف ولا مستوى القلق كبير عندهم. إضافة إلى هذا لاحظوا أنه الرسالة الإعلامية التي كان يتلقاها الأفراد ربما كانت رسالة قوية جدا، وين كان مجموعة من الأفراد يشعروا بحالة القلق والخوف. لاحظوا مثلا حتى أن في البداية الأولى كنا نتحدث على ما يسمى بنظرية المؤامرة، لماذا؟ لأنه لم يتم التصديق في البداية بهذا المرض اللي هو مرض وباء كورونا. ربما هذا الشيء لاحظوا حتى من طرف كبار العلماء. أنا كنت نتبع على سبيل المثال أحد العلماء اللي هو راشد أبو طالب، هو من كبار الأطباء في الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا في المجلس العلمي للولايات المتحدة الأمريكية، على كان يشك بها الوباء اللي هو وباء كورونا. إذا حسب المعلومة اللي كنا نتلقاها حول هذه الظاهرة اللي هي ظاهرة كورونا والجهل أيضا، لماذا لم تكن هناك تتوفر معلومات كافية حول هذا الوباء، أدخل الناس في حالة من الهلع وحالة من الخوف.
إذا لما نتحدث عن مفهوم الصحة نتحدث عليه بمفهومه الكلي كما تعرفه منظمة الصحة العالمية. منظمة الصحة العالمية تعرف الصحة بأنه هي حالة من اكتمال السلامة بدنيا وعقليا واجتماعيا، لا مجرد انعدام المرض او مرض. معناها اذا كان عندنا فرد عنده السلامة من الناحية البدنية وعنده اختلال في الجانب البدني ولا الجانب الاجتماعي، بالنسبة لمنظمة الصحة العالمية هذا فرد غير سهل، معناها غير سهل. إلا أنه كل الدراسات وكل العملية اللي كانت موجودة حول وباء كورونا كانت تركز فقط على الجانب البدني. لماذا؟ لأنه بالفعل لما نشوف في ترتيب الأهمية قبل أن الجانب البدني عنده أهمية كبيرة، ولكن الجوانب الأخرى اللي هو الجانب النفسي والجانب الاجتماعي لا تقل أهمية. لهذا تلاحظوا لي أنه هذا المصطلح اللي هو مصطلح الصحة كما عرفت منظمة الصحة العالمية هو مصطلح قديم ولم يتم تغييره منذ سنة 1940. لماذا؟ لأنه هو مصطلح شامل. تلاحظوا أن هذا التعريف مقتبس من ديباج دستور منظمة الصحة العالمية ولم يخضع ذلك التعريف لأي تعديل منذ سنة 1940. واش معناها؟ معناها أنه النظرية اللي كانت تطبق هي نظرية الجبل الجليد. احنا كنا نتحدث على جزء الطاعه فقط اللي هو الجانب البدني، بينما الجوانب الاخرى من الجوانب الخارجيه الجوانب النفسيه والاجتماعيه للصحه معناها لم نكن نتطرق اليها بشكل جيد. وهذا المضاعفات لما نتحدث عليها معناها اصابت الافراد الذين كانوا في المواجهه مباشره. معناها العديد من التقارير تقول بان الاطباء الذين كانوا في المواجهه اصابتهم حالات مرضيه نفسيه واجتماعيه. معنى العديد من الامراض النفسيه والاجتماعيه تعرض اليها هذا الاطباء الذي كانوا في المواجهه. بالعكس حتى لاحظنا انه بعض الاطباء الخواص الذين لم يستطيعوا فتح المحلات تاعهم وقاموا بطلب عطله الى غير ذلك. ليس خوف معناها السبب اللي خلى الاطباء يشوفوا هو الحاله النفسيه. معناها حاله الخوف حاله الحاله هي اللي خلتهم يقوموا بها العمل. اذا نحاول باش نتعرفوا على هذا التعريف نوجدوا به انه يتحدث عن ابعاد اساسيه. معناها كي نتحدث على الصحه نتحدث عليها انه هو مفهوم مركب يتكون اولا من البعد البدني، البعد العقلي، والبعد الاجتماعي. كل هذه الابعاد مجتمعه تعطينا ما يسمى ب تعطينا الصحه. معناها اذا اختل اي بعد من هذه الابعاد معناها لا يمكن ان نتحدث عن الصحه. إذا لقينا مثلا واحد يعاني من اضطراب نفسي ولا يعاني من اضطراب اجتماعي لا يمكن أن نقول عنه أنه فرد سالم حتى لو كان يكون بدنيا في صحة جيدة. إذا البعد اللي احنا نركزوا عليه هو في مرحلة الوباء معناها طرقنا تم التركيز على هذه العناصر ربما كان أشرت إليها الأطباء في الفيديو المشهور أنه كنا نتحدث على تشخيص المرض. لماذا؟ لأنه هو باب جديد المعلومات لم تكن متوفرة. معنى كل الابحاث التي كانت تجرى حول عمليه التشخيص ولا الاعراض التي يتميز بها المرض. النقطه الثانيه التي تحدثت عليها ايضا هي اقتراح بروتوكول علاجي. معناها اذا لاحظتم حدث جدل كبير حول البروتوكول العلاجي ما بيناتهم ربما البروتوكول اللي طرحته وزاره الصحه في الجزائر وين الناس بغات تبديل الادويه الناس بغات تاخذ المسدات الى غير ذلك. وحتى الضجه على كل حال عندها جانب اللي هو جانب صحي جانب بالفعل العلمي، ولكن كاين جوانب اخرى هي جوانب اقتصاديه وجوانب سياسيه. ومن بعد عندنا النقطه الثالثه اللي هو العمل على ايجاد الادويه واللقاحات. معناها منذ ظهور الوباء شاع مخاطر البحث العالميه التي تتبع الى شركات الدول العالميه شرعت في عمليه البحث من اجل القيام بايجاد الادويه او اللقاح المناسب لهذا المرض. اذا كي نتحدث عن الصحه النفسيه والاجتماعيه نروح مباشرة إلى تعريف دائما نلقى في تعريف تاع منظمة الصحة العالمية. معناها منظمة الصحة العالمية شكون؟ تعرف الصحة النفسية والاجتماعية وهي حالة من الرفاه النفسي يتأقلم فيها الشخص بشكل جيد مع ضغوط الحياة العديدة وتمكنه من تحقيق إمكانياته الأداء المنتج والمثمر والمساهم في المجتمع. هذا التقرير على كل حال هو في آخر تعريف في منظمة الصحة العالمية تقرير مدار في 2021. إذا لاحظ انا انه اشار تقرير منظمه الصحه قبل الجائحه الى وجود، لاحظت انا بلي انه الاضطرابات النفسيه كانت موجوده قبل الجائحه.
واثناء الجائحه وش تحدث معنا؟ تحدث عمليه مضاعفه. على سبيل المثال بعض الارقام نلاحظ انه هناك مليار شخص تقاربا على منظمه الصحه العالميه، مليار شخص يعانون من اضطرابات نفسيه حول العالم. ثم عندنا 50 مليون شخص يعانون من الخراب، وعندنا ايضا 250 مليون شخص يعانون من الادمان بمختلف انواع. لما نتحدث على الادمان لازم نتحدث على الادوات اللي حنستعملها فيما بعد، اللي هو عمليه الحجر المنزلي معناها توعر افراد. ثم عندنا دراسه اللي هو دراسه كشفيه تذكر بان ربع يعانون من اضطرابات نفسيه بسبب معناها ربع الاشخاص في العالم كانوا يعانون من اضطرابات نفسيه بسبب هذا الجائحه. نزيد المواصلات لاحظنا انه لما نتحدث عن الاعراض دينا هذا دينا مجموعه من الدراسات، على كل حال الدراسات لن تخبرها كل انما دينا مجموعه من الدراسات فقط حاول نشر في الدراسات اللي ربما كانت في المجال تاع الوباء. نلقى مثلا دراسه تاكاو في 2020 في الصين دار دراسه حول تاثير نفسي لجائحه الكوفيد على الطالب في الصين. واش لقاو؟ لقاو بانه هذا الدراسه معناها تلميذ لقاو بانه مستوى القلق عند الافراد ارتفع بدرجه كبيره جدا نتيجه لهذا الوباء اللي هو الجائحه الكوفيد 19. ثم عندنا النقطه الثانيه دراسه اخرى تحدثت على لاديبريسيون اللي هو الاكتئاب. تلاحظوا بلي انه لما نتحدث على القلق ولا نتحدث على الاكتئاب ولا كل هذه الاعراض معناها كل العناصر الاخرى الموجوده في الانسان يتعرض الى الخلل، معناها الاداء الانتاج التنافسي يقل، العلاقات الاجتماعيه تضطرب، الجانب البدني تاعو يضطرب الى غير ذلك. لماذا؟ لانه كاين ما يسمى بمرضي بسيكوسوماتيك، معناها حتى الجانب النفسي اثر على هذا الجانب اللي هو الجانب البدني. إذا عندنا بالنسبة للاكتئاب دراسة قيمة في سويسرا اللي أكدت على وجود الاكتئاب عند الأفراد نتيجة للكوفيد 19. إضافة إلى هذا أن درجة الاكتئاب كانت مرتفعة عند الطاقم اللي يكون قريب في مواجهة الوباء. أولا اللي هما الأطباء ولا الطاقم الطبي اللي معاهم أو الأفراد الذين كانوا بقرب من الأفراد المصابين بهذا الوباء اللي هو وباء كورونا. ثم عندنا أيضا القلق. تلاحظون بأنه في التوتر عندنا دراسة أخرى اللي هو قامت مجموعة من الدول اللي كانت فيها نسبة عالية من الكورونا. واش لقوا؟ بأن مستوى القلق ارتفع من 6.33 إلى 9.50، الاكتئاب من 3.48 إلى 6.14، الاضطراب اللي هو اضطراب بعد الصدمة من 37.56، والضيق النفسي من 38 إلى 43.34. وهذا في مجموعة من الدول هي الصين، إسبانيا، إيطاليا، إيران، الولايات المتحدة الأمريكية، تركيا، نيبال، والدنمارك. إضافة إلى تغيير آخر، تغيير الوحدة واضطراب النوم، القول أنه في دور العجزة أو في ميزون دروب تاع في بعض الدول تاع اليونيتي، القول أنه كاين نسبة تاع الوحدة أو المرض تاع الوحدة الهزال إضافة إلى الاضطرابات اللي هو اضطرابات النوم. ربما إذا لاحظتوا بلا ما نروحوا إلى الأفراد المرضى والأفراد الغير عاديين، ما حتى حنا كأفراد بدينا نحسوا بما يسمى باضطرابات النوم، خاصة بعد الحجر المنزلي. معناها تغيرت لنا ما تسمى بالساعة الاجتماعية تاعنا والساعة البيولوجية، وبالتالي تغير النوم عندنا. كاين أفراد تتخيل حتى من خلال الدراسة اللي أجريناها في المخبر تاع البحث، أنه اللي كان يبدا 10 ولا يبدا وحدة ثانية، اللي كان ينوض على 8 الصباح ولا على 6 الصباح، واللي ينوض على 11 ولا 12. لماذا؟ لأنه النهوض عملية النهوض ولا عملية النوم مش مربوطة، مربوطة بالأداء الاجتماعي الفرد داخل البيئة. لما تغير الأداء الاجتماعي الفرد باش يحدث معناه يحدث هذا الاضطراب في عملية النوم. اللي هو ما يسمى بالتغير نمط الحياة بصفة عامة. إذن عندما الأعراض اللي هو الجوانب هنا الجانب الاجتماعي لها أعراض اجتماعية، واش نلقى بأنه من بين العناصر اللي أثرت اللي هو البطالة والارتباط المادي والمعنوي. أنه من خلال الدراسة اللي أجريناها شكون الأفراد اللي كانوا أكثر عرضة لهذه المظاهر اللي هما المظاهر النفسية والأمراض النفسية، هما الأفراد اللي تعرض المدخول تاعهم إلى الطيران. كاين بعض الناس مثلا عندهم كوميرس يغلق المحل تاعو، اللي عنده مقهى غلقت،
اللي كان يخدم طاكسيير ولا شي يخدم. اذا واش معناها؟ معناها زياده الاجتماعي واش خلات معناها بزاف الظهور اللي هو ظهور تاع العرب النفسيه لدى الافراد. والتبديل المادي والمعنوي، يحتاج التبديل المعنوي، لماذا؟ لانه حنا لما نتحدثوا على لي ريبريزونطاسيون سوسيال نتحدثوا بانه الوظيفه بحد ذاتها تعطي قيمه معنويه للشخص. معناها الوظيفه بحد ذاتها تعطي قيمه معنويه، معناها لما نتوقف عن الوظيفه واش معناها؟ معناها حتى القيمه المعنويه معناها رايحه تتاثر. عندنا النقطه الثانيه اللي هو العلاقات الاسريه والتفاعلات الداخليه والخارجيه، خاصه في المجتمع تاعنا. معناها العلاقات الاسريه معناها تربطها علاقات اجتماعيه قويه، هذه العلاقات معناها تاثر. انت تحبس الاحتفالات سواء الدينيه ولا الاعراس الى ذلك، معناها هذه العلاقات كلها تاثر. اضافه الى التفاعلات الداخليه معناها داخل الاسره في حد ذاتها ما بين الاب ما بين الام ما بين الافراد، ويتلاحظوا ان هناك بعض التقارير تشير الى ارتفاع درجه الخلافات داخل الاسره. معناها بدات الخلافات بدات ترتفع نتيجه لماذا؟ نتيجه لعمليه الحجر المنزلي اللي كنا موجودين فيه. دور العباده والمساجد، معناها خلق دور العباده والمساجد. اذا لاحظتوا من خلال التتبع فقط حول الوسائل الاجتماعيه سواء فيسبوك ولا تويتر ولا نلقاو بلي كانت هناك ضجه كبيره حول خلق المساجد في الجزائر. لماذا؟ لانه دور العباده تعتبر مؤسسه من مؤسسات الانشاء الاجتماعي الاساسيه في المجتمع. عمليه خلقها واش معناها؟ هز الكثير من العلاقات الاجتماعيه واحدث انطلاق على مستوى البرمجه تاع العمل لمجموعه كبيره من الافراد، خاصه الافراد اللي عندهم كبار السن. معناها نبرمج حياتي على دور العباده وعلى المساجد وعمليه خلقها معناها ادى الى هذا الانطلاق. عندنا ايضا المدارس والجامعات. تلاحظوا لأن الغلق تاع المدارس ولا تاع الجامعات اثر على الطاقم اللي هو الطاقم العامل داخل الجامعه والمدارس، اضافه الى الافراد اللي يدرسوا داخل هذه الجامعه. عندنا ايضا الملاعب والشوارع والاسواق وقاعات السينما، معناها عمليه الغلق تاعها كلها اثرت على هذه العلاقات الاجتماعيه. اذا هناك متغيرات اللي تقوم بعمليه التحفيز، معناها هما اللي يزيدوا اكثر في درجه الاكتئاب. هذه المتغيرات اولا عندنا البنيه التحتيه للمواصلات. تلاحظوا بانه خلل كبير في المجتمع تاعنا نتيجه لاضطراب في عمليه التنقل. هذا عمل التنقل اضطراب من جد من البنيه التحتيه للمواصلات، بالعكس انه الكثير من الافراد ما قدروش يروحوا للاماكن العمل تاعهم نتيجه لهذه العناصر. عندنا نقطة أخرى اللي هو طبيعة السكن. طبيعة السكن لما درنا البحث حتى واش لقينا؟ لقينا بلي الأفراد اللي عندهم شقق ضيقة وفيهم العدد تاع الساكنين كبير هم الأكثر عرضة لهذه الاضطرابات النفسية والاجتماعية. لماذا؟ نلقاو بلي عائلة مكونة من 7-8 أفراد تسكن في شقة من غرفتين، وتقول له أنت في التوصيات تقول أنه لازم تقوم بعمل حاجة منزلية. كيفاش راح ندير؟ ودير تبعه. معناها هذه البنيه الاجتماعيه تاعنا خاصه في السكن، كل ما كانت العدد تاع المساحه تاع الشقه كبيره كل ما كانت عامل الاكتئاب قليله، بينما كل ما قلت كل ما زاد درجه الاكتئاب. تركيبه الاسره الجزائريه، تلاحظوا معنا بان تركيبه الاسره الجزائريه هي احنا نعتمدوا بدرجه كبيره على الاسره الكبيره، ما عندناش الاسره كامله. معناها دائما داخل الاسره نلقاو بلي كاين علاقات مع الاعمام مع الاخوات مع معناها كل هذه الافراد كاين علاقات. هذه الاسره معناها ايضا ادت الى هذا العناصر. طبيعه التواصل الجسدي في المعاملات اليوميه، معناها حنا الجزائريين نميلوا الى الملامسه ولا الى الاتصال الجسدي اكثر من اي دوله اخرى. حنا كي تلقى صاحبك بعد نهار فقط لازم تعاود تسمع. اذا هذا السلوك الاجتماعي باش نقوم بعمل التغيير اللي يطلب مده زمنيه كبيره، اذا هذا عباره عن محفز ايضا لهذه العمليه. عندنا ايضا توفر الخدمات وتوزيعها. انه لاحظوا بانه بعض القرى ولا بعض البلديات مثلا لما قاموا بالحجر المنزلي معناها ما قدروش يتحصلوا على ضروريات الحياه. لماذا؟ لانه التوزيع تاع الخدمات موش متوزع بشكل سليم. معناها تقدر تروح الى قريه
واش تبقى ما تلقاش فيها بوليكلينيك، ما تلقاش فيها مخبزه، ما تلقاش فيها ايبيسري. اذا كل هذه العناصر راح تاثر على عمليه التنقل. زين آلية التواصل الأفقية والعمودية. هنا لما تحط على آلية التواصل الأفقية والعمودية معناها كان هناك اضطراب كبير في عملية التواصل، سواء من السلطة مع أفراد المجتمع اللي هو التواصل العمودي، وكذلك التواصل الأفقي اللي هو من الهيئات المحلية مع مختلف أفراد المجتمع. نتيجة لماذا؟ نتيجة لأنه ليس هناك لا يوجد دراسات سابقة في العملية تاع التواصل ما بين الأفراد المجتمع، بينما في دول أخرى نلقاو بلي أن كل الأفراد توصلهم رسائل عن طريق الإيميل، توصلهم إلى سامس، توصلهم مجموعة من الملفات وغيرها اللي تقوم بعملية التوعية حول هذا الموضوع. ثم عندنا آليات بديلة للعمل، ربما حنا في الجامعات وقعنا في هذا المشكل، ما عندناش آليات بديلة للعمل. كورة تكون معناها انه يمارسوا العمل تاعهم بانطلاق من المنزل، يوصلوا للعمل تاعهم المنزل، يقوم بالعمل تاعهم ثم يقوم بعمليه تحويله. حتى ربما بالنسبه للاطباء اذا لاحظتوا كاين بعض لي كونسلتاسيون اللي كانوا يندارو اونلاين، يندارو عن بعد، دي زابليكاسيون يندار على الاقل يعطيهم مجموعه من التوصيات. حنا ما عندناش هذه الاليات البديله، بالعكس حتى الدروس عندنا توقفت، ولكن في جامعات اخرى الدروس ما توقفتش. معناها بدا الدروس عن بعد لماذا؟ لانه هناك اليات، بينما حنا معناها لم تكن موجوده بكل الاضطرابات النفسيه. اذا هل الدراسه فقط اردت ان اشير لها لانها دراسه حديثه موجوده في مجله نيتشر لسنه 2020 تتحدث على دائما اللي لاحظتوا في التقارير اليوميه تلقاو بلي كاين ما يسمى بالمنحنى، المنحنى تاع الكراف تاع الابيديمي لو يطلع ولا يهبط. هذه الدراسه واش تقول؟ بلي انه المنحنى العاطفي للوباء يكون منفصلا عن وباء ذاته، معناها يقدر الكراف تاع الابيديمي راه يهبط، ولكن الكراف تاع الاراضي البسيكو سوسيال راه يطلع مش ينقص. لماذا؟ تلاحظوا ان يتضمن المنحنى العاطفي موجتين للاضطرابات النفسيه، تضمن اولى اعراض مثل القلق والحيره والاكتئاب واضطرابات النوم، وهي الموجه التي تسببها حسب ما تطرح الدراسه سياسه التباعد الاجتماعي. معناها التباعد الاجتماعي يؤدي الى العصب والجهل بالمرض والخوف من المجهول. كل هذه العواصف راح تؤدي الى الاضطرابات العاطفيه. وما الى ذلك المشاعر التركيب. ثم يتحدث عن الموجه الثانيه وهذا هو الاهم. لماذا؟ لانه الدول الكبرى بدات تحضر نفسها الى مرحله ما بعد الصدمه. لكم تلاحظوا من الان كاين ركود في الاقتصاد، كاين فقدان لمناصب العمل، كاين الاطباء ربما اللي عاشوا تلك المرحله، ولكن الان كاين مرحله ما بعد الصدمه. كيفاش راح يقوموا بعمليه المواجهه؟ هذه الدراسه تقوم بانه تظهر ايضا في اشكال مختلفه من الاكتئاب وكل هذا التاثير الاجتماعي والاقتصادي للوباء، اضافه الى حالات الوفاه، الوفاه الناتجه عن المرض. وتصف الدراسه الموجه الثانيه بانها ستكون اعنف واعمى، معناها الاضطرابات التي حتاتي ما بعد مرحله الصدمه راح تكون اعنف من الاضطرابات اللي كانت مقبل، الاضطرابات النفسيه الاجتماعيه. وهذا حسب هذه الدراسه الحديثه منشوره في مجله نيتين 2020. إذا آلية المواجهة باختصار آلية المواجهة رحت مباشرة إلى دراسة حديثة أجرتها منظمة الصحة العالمية في تقريرها في تقرير أخير لها تتحدث عن مجموعة من الآليات التي يجب أن تعتمد عليها الدول من أجل مواجهة العاصفة. قسمتها إلى عنصرين على كل حال، مجموعة من أولا إدماج الصحة النفسية والارتباط النفسي الاجتماعي بناء استراتيجية الحد من مخاطر الطوارئ وإدارته في شتى القطاعات ومراحل الطوارئ. تلاحظوا هنا على سبيل المثال لما لاحظوا الهيئة المواطنية اللي كانت مشرفة على كوفيد 19 لقوا بلي كلهم أطباء. بينما كي نروحوا نشوفوا الهيئة الوطنية اللي كانت مشرفة على الكوفيد في فرنسا وفي ألمانيا وفي الدنمارك واش نلقى؟ نلقى بلي معاهم خبراء في الصحة النفسية مع الخبراء في الصحة الاجتماعية. لماذا؟ لأنه لا يمكن إصدار قرار مثل القرارات التي كانت تصدر دون الأخذ بعين الاعتبار هذا الجانب اللي هو الجانب النفسي والجانب الاجتماعي. الاستجابة الاستباقية لحد الأوضاع السلبية مرتبطة بالجائحة كالعزلة الاجتماعية والبطالة. على كل حال الدولة تاعنا كانت مشكورة في هذا المجال، أنه بحكم أن الدولة تاعنا هي دولة اجتماعية معناها قامت بالدعم لمجموعة كبيرة من الأفراد على الأقل حتى لو كان يكون دعم رمزي باش ما يوقعوش في بطالة تامة.
زيارة جميع الاتصالات المتعلقة بالكوفيد في أشكال ميسرة، معناها علاش الاتصالات اللي تحكم لها ساعة الفكاء العمدي، معناها لازم نميسروها بدرجة ما حتى يقدر يفهمها الجميع، سواء اللي عنده مستوى تعليمي أو ليس له مستوى تعليمي. ثم عندنا نقطة ثانية. يتحدث على ضمان توفر خدمات الصحة النفسية والدعم الاجتماعي للأسرة في حالة الطوارئ. دعم الجهات المجتمعية التي تعزز التماسك الاجتماعي وتقلل الشعور بالوحدة. الاستثمار في التدخلات الصحة النفسية التي يمكن تقديمها عبر. ضمان رعاية المستثمرات للاضطرابات النفسية والعصبية واضطرابات التعاطي المهم. حماية وتعزيز حقوق الإنسان للأشخاص الذين يعانون من استحالات صحية عن طريق قصد مدى تكافؤ فرصهم في الحصول على تدابير رعاية وقائية والصحية المرتبطة. وهذا ربما تلاحظوها لما نمشي مثلا على سبيل المثال بعض المناطق نلقى في ولايه كما شفت اللي هي ولايه مليونيه، لما ندي بعين الاعتبار البنيه التحتيه نلقى بلي ضعيفه نوعا ما مقارنه ببعض الدول في الخارج. ضمان استخدام جهود رامية لتوسيع نطاق الصيانه الصحيه النفسيه لجائحه كوفيد 19 والقيام بتدابير التاهب لمواجهه مخاطر اضافيه ذات صله مثل العنف المجتمعي. هذا العنف المجتمعي يقدر يكون داخل الاسره ويقدر يكون داخل المجتمعات الصغيره. اذا باختصار اهم النقاط التي حاولت نشرها فيها المداخلات والتاثيرات النفسيه والاجتماعيه لوباء كوفيد 19. شكرا لكم على حسن الاستماع. إدارة أزمة جائحة كورونا. فمنذ تفشي أزمة جائحة كورونا في العالم انصاع الإعلام الدولي لمواجهة هذا الانتشار الواسع، وسخرت الإمكانيات التقنيات الحديثة للتوعية ومكافحة هذا الوباء، لأن الإعلام بنوعه التقليدي والجديد أصبح المصدر الأول للمعلومات في كل المجتمعات. وازدادت متابعة النشرات الإخبارية التلفزيونية والإذاعية والمقالات الصحفية وأيضا الصفحات الإلكترونية لوسائل الإعلام المختلفة وحتى شبكات التواصل الاجتماعي. إذ ساهم تحول الإعلام المقروء والمسموع والمرئي إلى إصدارات إلكترونية تتماشى مع الإجراءات المتخذة في الحد من انتشار فيروس كورونا وتقليل عمليات التلامس وتعزيز التباعد الاجتماعي واحترام قواعد الحجر المنزلي والصحي. ولقد تأخرت الدول العربية بما فيها الجزائر في استيعاب حجم الكارثة الصحية التي تحملها سحابة كورونا إلى المنطقة العربية. ففي منتصف شهر فبراير 2020 سجلت الجزائر أول حالة إصابة بفيروس كورونا لرجل إيطالي وصل إلى الأراضي الجزائرية عبر الطائرة. وقد تناولت كل وسائل الإعلام هذا الحدث كحدث ثانوي، لما بدا عن معروف أن الأجندة الإعلامية لوسائل الإعلام تأتي الأخبار السياسية في القائمة الأولى، ولهذا أخذوا هذا الحدث كحدث ثانوي. إلا أنه مع ارتفاع نسبة أو ارتفاع عدد الكشف في منحى العدوى لدى الإيطاليين وأيضا مختلف الدول الأوروبية حاولت السلطات يومها تتبع متتالية العلاقة البشرية لهذا المصاب، معززة إجراءات استقصائية بالكشف الطبي للحالات المشكوك فيها وغير المعلن عنها من قبل وسائل الإعلام، هذه عند اكتشاف أول إصابة. وبعد ارتفاع عدد الإصابات في الجزائر خاصة في شهر مارس من العام الماضي، أصبحت كل وسائل الإعلام التقليدية والجديدة تنقل ماذا؟ كل المستجدات حول انتشار الفيروس بطريقة خاصة، وأصبح تداول المعلومات بطريقة عشوائية خاصة عند تناول الإعلام الجديد وخاصة من مواقع التواصل الاجتماعي لهذه الجائحة. فيما يخص وسائل الإعلام التقليدية لدينا الصحف والتلفزيون والإذاعة، فالصحف معروف أنها تشارك بين الإعلام المكتوب وأهميته في بث الأخبار بأنواعها سواء أو الإقليمية أو حتى المحلية، وهذه الجريدة والصحيفة تعرض الأخبار بطريقة فنية إعلامية على شكل قوالب بين صحفية متنوعة. ثم لدينا أيضا الوسيلة الثانية هي التلفزيون. المعروف أن التلفزيون وبالرغم من تطور التكنولوجيا الحاصل لم يفقد مكانته، لماذا؟ لأنه موجه لكل أفراد المجتمع ويقدم كل المعلومات والأحداث عالميا محليا وأيضا إقليميا. الراديو أو الميديا، فالميديا يعد من وسائل الإعلام المسموعة لعدم
وعلى الرغم من عدم تحقق الرؤية لهذا المدير، إلا أن التواصل بينه وبين جمهوره تواصل جيد. لماذا؟ لأنه يعتمد على ما على حسب السبب، ونفع أيضا خيارات عدة المستمر بين محطات الأخبار والنقاشات في كل المجالات السياسية الاقتصادية إلى غير ذلك. عندما نتحدث عن الإعلام الجديد، الإعلام الجديد يعني سمي بعدة مصطلحات: إعلام تفاعلي، إعلام شبكي، وسائط سيكرونية، وسائط متشعبة عفوا، وهنا يعني تدخل بين النص والصورة والفيديو. ونظرا لظهور هذا الإعلام ظهرت هناك ماذا؟ صحافة المواطن أو الصحافة الشعبية، وأصبحت ظهر نظرية إعلام الجمهور للجمهور، يعني هناك إعلام جمهور للجمهور. إلا أن التخصص غير موجود، سوف نكتشف ذلك لاحقا. كل هذه الوسائل التقليدية والحديثة ركزت اهتمامها حول ماذا؟ موضوع واحد أو أزمة واحدة، وهي أزمة كوفيد 19، وهو فيروس ينتقل بين البشر قد أعراضه كأعراض الإنفلونزا، وقد تطرق إليه المتدخلين في مداخلات سابقة. طرقنا من عدة إشكاليات. أولا، ما هو الدور الذي لعبته وما زالت تلعبه وسائل التقليد التقليدية والجديدة في ظل انتشار جائحة كورونا؟ ثانيا، فيما تتمثل استراتيجيات وسائل الإعلام التقليدية والجديدة وأساليب تغطيتها لأزمة جائحة كورونا؟ ثم، ما هو واقع الإعلام الصحي في الجزائر في ظل انتشار جائحة كورونا؟ سؤال آخر، هل يوجد إعلام الأزمات في الجزائر؟ وكيف كانت التغطية الإعلامية الجزائرية لجائحة كوفيد 19؟ هل استطاعت وسائل الإعلام التقليدية والجديدة تنوير الرأي العام وتوعيته بمخاطر هذا الفيروس؟ تحدثنا عن وسائل الإعلام التقليدية وأيضا الجديدة، لكن هنا تبقى مسؤولية المواطن في انتقاء المعلومات الصحيحة بما أن هناك أزمة واحدة. فالمواطن أو مشاهد الأحداث هو الذي يختار الوسيلة الإعلامية المناسبة لاستقاء المعلومات حول فيروس كورونا من خلال وسائل الإعلام المذكورة، وهو الذي يختار المضمون الذي يتعرض له ويؤثر فيه ويتفاعل معه ويشبع احتياجاته المعرفية. وأيضا كلما كان المشاهد واعيا استطاع أن يمارس انتقائية ناجحة ومثمرة في الأمور الإعلام الإيجابي أن يتعرض له ويتابعه باستمرار. ننتقل مباشرة إلى التغطية الإعلامية لوسائل إعلام جائحة كورونا، أخذ من العام إلى الخاص. أولا، تناولنا التغطية الإعلامية الأجنبية، ثم التغطية الإعلامية العربية، ثم التغطية الإعلامية المغاربية، وأخيرا الجزائرية. باختصار، في التغطية الإعلامية لوسائل الإعلام الأجنبي لأزمة كوفيد، لم يسجل الإعلام الأجنبي موقفا أفضل بكثير من الإعلام العربي في تقديم هذه الأزمة لجمهوره، حيث يصعب رصد تعامل مختلف وسائل الإعلام الغربية وطريقتها في معالجة الأزمة. فحسب بحث أجرته مديرة تطوير البحوث والبيئة في كلية الصحافة بجامعة كارديف بريطانيا، كارين مور جورجينسين، فإن الخوف كان السمة الأبرز في كل وسائل الإعلام الأجنبية في تغطيتها الإعلامية لأزمة كورونا. فمنذ نشر الخبر للمرة الأولى من شهر جانفي 12 جانفي حتى 18 فبراير، تم نشر حوالي 9386 مقال عن تفشي الفيروس، من بينها 1066 مقال كانت تطرح عليه سمة الخوف أو كلمات ذات صلة بالهلع والتهويل. وعلى سبيل المثال، استخدم 50 مقالا عبارة فيروس قاتل. ملحق بصور من مدينة ووهان الصينية فيما تداوله الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، وكانت أغلب التعليقات عنصرية تجاه ثقافة الطعام الآسيوي. أما باقي الرسائل الإعلامية في صفحات الميديا الجديدة فكانت تنقل صور على الناس في بداية انتشاره في ووهان، في مدينة ووهان. كانت تنقل لنا صور عن الناس يرتدون الأقنعة الواقية بينهم يفقدون وعيهم في الشوارع، مما أدى لاحقا إلى تشكيك المئات من المواطنين الخائفين الذين سيسكنون نفس المنطقة التي تم تداول الصور منها بأنهم مصابون بالفيروس. الإعلام العربي، عند اقتراب الفيروس للدول العربية من إيران والعراق ثم لبنان وانتشاره لاحقا على نطاق أوسع في باقي الدول العربية، قامت وسائل الإعلام بالتوعية بالوباء والحد من التهويل والمبالغة اللذان يسمان في تصاعد حالة الخوف والهلع، خاصة أثناء ظهور الوباء لأول مرة، والاستعانة بأهل التخصص والإعطائهم مجال المشاركة في تصحيح وتقديم المعلومة
الطبية من خلال تسخير الشاشات والصفحات لها كون خط البداية الأول أمام هذا الوباء. لكن لكان الجمهور العربي قد شكل بالفعل صورة مغلوطة عن ماهية الفيروس خاصة في البداية، وغاب كليا عن الطريقة التي يجب بها التعامل مع هذا الوباء من حجر صحي أو تطبيق تقنية المسافة الآمنة وغيرها من طرق التباعد. والكل لاحظ أنه في الدول الأجنبية وحتى في الدول العربية رفض الشعب للخلق ورفض الحجر المنزلي إلى غير ذلك. لماذا؟ لأن كل القطاعات شلت، وبالتالي كان هناك تأثير سلبي كبير على هذه المجالات. هنا اتخذ الإعلام العربي خطابين. الخطاب الأول كان موجه لأفراد المجتمع من خلال أولا تعريف بسياقات ظهور هذا الفيروس، أسباب انتشاره، طرق علاجه والوقاية منه. الخطاب الثاني كان موجه لدعم الأطقم الطبية وأيضا التمريضية. لماذا؟ لأن خط الدفاع الأول لمواجهة هذا الفيروس. ننتقل إلى المعالجة الإعلامية مغاربية، نأخذ تونس والمغرب ثم الجزائر. بالنسبة لدولة تونس، بهذا التقرير آخر مستجدات فيروس كورونا ومكافحة الشائعات، قامت التلفزة التونسية بإدراج نشرة يومية خاصة بفيروس كورونا يتم خلالها استضافة مختصين في المجال الطبي، وهذا الأمر يعني يهتم به كل وسائل الإعلام. لماذا؟ لأن أهل الاختصاص هم أدرى بطريقة انتشار هذا الفيروس. أيضا كما كانت إذاعة الديوان أف أم أول إذاعة تونسية تستعمل استوديو الإلكتروني باستعمال التكنولوجيا الحديثة، بالإضافة إلى إطلاق حملات توعوية تحت عنوان ما تنساش للوقاية من الفيروس. من جهتها أنشأت صحيفة أيضا الإلكترونية بزنس نيوز قسما خاصا في موقعها لتقصي مدى الأخبار الكاذبة، والكل يعلم أنه المواطن العربي وحتى المغربي والجزائري اختلطت عليه الأمور نتيجة كثرة الأخبار. بالنسبة للمغرب، لقد كثرت الشائعات والأخبار الزائفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي أدى إلى تحول مدى نجوم التلفزيون وأيضا المشاهدين والصحفيين الصحافة المكتوبة والإذاعة والتلفزيون خاصة المشهورين، وفتحوا مواقع لهم إلكترونية عبر شبكة التواصل الاجتماعي، وقاموا بملا بتأدية وظائفهم التكميلية لوظائفهم في الوسائل التقليدية. لماذا؟ لأنه أولا عندهم مصداقية حسب عرف الدارسين لهذا الموضوع، يعني هناك مصداقية خاصة لما الإعلام ندرس علاقة الجمهور بالمصدر المعلومة أو بالمرسل. العلاقة هنا تتكون انطلاقا من مصداقية الشخص أو القائم بالاتصال، والجمهور الحمد لله الآن يعني لديه وعي كامل لاكتشاف هذه الأمور. قلت بأن هذا المغرب حاولوا التأثير مباشر من خلال صفحتهم الشخصية على الفيسبوك وتويتر ومواقع أخرى التي تحولت إلى امتدادات لوظيفتهم في التلفزيون أو الإذاعة والصحافة، يغطونها على مدار اليوم بجديد التطورات والمؤشرات، محاولين تصحيح الأفكار المغلوطة وتدقيق الأخبار والبيانات خاصة الإحصائيات. لما ننتقل إلى الجزائر، فالموضوع مهم جدا هنا. لماذا؟ لأنه يعني يتخذ بالتفصيل الصحف والتلفزيون والإذاعة. فيما يخص أولا الصحف، في الوقت الذي ازدادت فيه إعادة إصابة فيروس كورونا، شهدت الساحة الإعلامية الجزائرية تصادم بيننا بين الحكومة ووزارة الاتصال وبين الصحفيين. الحكومة تتهم الصحافة والصحافة تتهم الحكومة. بالنسبة للوزارة اتهمت الصحف بالتهويل والحيل عن أخلاقية المهنة، فيما اتهمت وزير الاتصال بالتضييق على الصحفيين والسعي لإخفاء المؤسسات الإعلامية لصالح الخيارات السياسية للسلطة. فقد هدد وزير الاتصال من خلال إصدار بيان له، هدد الوزير بإيقاف الصحف وملاحقة العاملين فيها قضائيا، وجاء هذا الغضب بعد نشر جريدة ليبرتي مقالا استقصائيا حول
طريقه انتقال الفيروس الى امريكا، الا ان هذا المقال كان فيه هناك خوف وتهويل ومبالغه في الطرح الى غدير. هنا كانت هناك علاقه تقريبا ضعيفه ليست جيده بوزاره الاتصال وايضا الصحف، ولهذا نظرا لهذه المضايقه اكتفت الصحف بنشر ما يملى عليها من جهات فوقيه التي تفرض عليها لا يصح كتابته وما لا يجب نشره. الاذاعه الجزائريه، الكل يعلم ان الاذاعه الجزائريه بالرغم من التطور التكنولوجي الا انها ما زالت تستقطب او تحافظ على جمهورها. فاثناء هذه الازمه لعب الاعلام المسموع دورا كبيرا بمختلف قنواته الوطنيه وحتى المحليه الجماليه بضمان تغطيه المعالجه الاعلاميه المتواصله منذ ظهور فيروس كورونا. فقد اعمل الاعلام المسموع على تقديم معلومات حول هذا الوباء ثم انتشاره الوقائي الى امريكا، هذه اولا. ثانيا عمل على التخفيف من وضع الحجر المنزلي من خلال ماذا؟ تغيير ايضا الاجنده الاعلاميه، كثره البرامج التثقيفيه، كثره البرامج الترفيهيه، الرياضيه الى امريكا، حتى تخفف يعني او حتى تحسن الحاله النفسيه للمواطن الجزائري. القنوات التلفزيونية الجزائرية، قناة العامة والقنوات الخاصة، فمنذ بداية تفشي الفيروس ازداد دور القنوات التلفزيونية العامة والخاصة في نشر المعلومات حول هذا الفيروس ونشر الوعي الصحي للمواطن من خلال إطلاق هاشتاغ خليك بالبيت، يعني كل وسائل الإعلام يعني ضعت هاشتاغ خليك بالبيت أو ابقى في البيت أو احمي نفسك إلى غير ذلك. ضرورة التزام المواطنين منازلهم وتحول نشرة أخبار إلى منصات تعلن عن تزايد عدد المصابين بكورونا والمتعافين منه وعدد الوفيات بالاضافه لاستقبال الاخصائيين والاطباء. يعني خاصه في البدايه الاولى لانتشار هذا الفيروس مارس افريل وما الى ذلك، كنا دائما على الساعه الرابعه الخامسه ننتظر السيد جمال فرات من اجملها اعلان عن عدد الاصابات وايضا الوفيات وايضا المتعافين. وبالتالي كانت كل وسائل الاعلام تنقل خبر عاجل من اجل ماذا اطلاع الجمهور بهذه مصدر رسمي. ننتقل الى دور الاعلام الجديد في تغطيه هذه الازمه واداره هذه الازمه. ان هذه المبتكرات الجديده، لما اقول اعلام جديد نخص بالذكر وسائل مواقع التواصل الاجتماعي او كما تسمى الميديا الجديده الميديا او شبكه التواصل الاجتماعي. فهذه المبتكرات رغم ما اتاحته من خاصيه نشر المعلومات حول الفيروس وتداوله على نطاق واسع وبسرعه كبيره. يعني كسرعه البرق. فقد اوقعت الراي العام في خطر الشائعات والاخبار الزائفه وهو ما شهدناه من خلال تداول المعلومات الخاطئه حول اولا تفسير سياقات ظهور هذا الفيروس لاول مره، وثانيا كانت وسائل التواصل الاجتماعي تقول لنا يعني معلومه انه هذا الفيروس جاء يعني اختلق من قبل بعض الحكومات لتداعيات سياسيه الى غير ذلك. وخير مثال على ذلك هنا في الجزائر، الجزائر عاشت مرحله صعبه جدا وهي الحراك الشعبي. بالتالي جاء الحراك الشعبي ثم الجزائر الجديده ثم يعني بقى الحراك في العاصمه، يعني معروفه الحراك العاصمه، لكن وسائل الاعلام لا تقدم لنا ولا تقوم بالتغطيه الاعلاميه، لكن وسائل التواصل الاجتماعي تقدم كل صغيره وكبيره عن هذه الخرجات او هذه المظاهرات. وبالتالي لما جاء فيروس كورونا الكل اعتقد انه لعبه سياسيه او تسييس لهذه القضيه. ناخذ الفيسبوك نموذجا، مع انتشار وسائل جائحه كورونا بدا واضحا الدور الذي لعبه موقع الفيسبوك من خلال نشر المعلومات عن هذا الفيروس ونقل الصور التي التقطت في مدينه ووهان الصينيه، واختلطت الاخبار الصحيحه بالاخبار الزائفه وروجوا لما يشبه حاله من الذعر والهلع من جهه، ومن جهه اخرى روجت منشورات فيسبوكيه تعتبر ان هذا الوباء كما قلنا هو لعبه سياسيه تدعتها الحكومات لخدمه اغراضها السياسيه وتضليل الراي العام. أو أن الفيروس نشأ من أجل حساء الخفافيش، كما ظهرت مشروع فيسبوكية تشرح كيفية الوقاية منه باستخدام مواد خطيرة وضارة، لماذا؟ لأنه معظم المواطنين لجأوا إلى هذه مواقع التواصل الاجتماعي، ونعرف أن مواقع التواصل الاجتماعي لا نقول يعني سلبية، وإنما كان هناك بعض الأسماء المستعارة، ممكن أن شخص عادي يستعير اسم طبيب مشهور إلى غير ذلك، وينشر بعض المقالات الصحية، وينشر بعض المعلومات الصحية وهي خاطئة. وبالتالي هذا هو الامر السري الذي وجدناه وخلقنا عليه بعض الصفحات. وهذا لا يعني ان الموقع لعب دورا سلبيا فقط، وانما ظهرت ايضا صفحات فيسبوكيه ومواقع للاطباء والممرضين والاخصائيين باعتمادهم على تقديم حملات اعلاميه توعويه تحسيسيه للوقايه
معنا من هذا الفيروس، خاصة وأنهم كانوا في الواجهة، يعني هم أدرى بهذا الوباء. كما لاحظنا أيضا بعض المشروعات ظهور قيم إيجابية كتعزيز مسؤولية وروح التضامن بين المواطنين الجائز. كل هذا خلق على مدى الإعلام الصحي ودوره في صناعة الوعي. نعلم جيدا أنه هناك اهتمام ضعيف بالإعلام الصحي في الدول العربية وأيضا في الدول الجزائرية، خاصة في الدول الجزائرية لا توجد قنوات صحية خاصة، توجد قنوات رياضية، توجد قنوات الطبخ إلى غير سياسية، لكن لا توجد قنوات صحية بالرغم من أن الصحة أساسية لدى أي فرد وحتى المجتمع. كما ذكر الدكتور ويسي كنت قد برمجت يعني جانب نفسي، لكن بما أن الأستاذ تطرق لهذا الجانب، المفروض أن تكون هناك قنوات صحية أو قناة على الأقل قناة في الجزائر الصحية تتناول أو تهتم بالجانب الصحي جسديا والجانب الصحي نفسيا. لماذا؟ لأنه المجتمع الجزائري يمر بظروف ومتغيرات إلى غير ذلك، يحتاج إلى التوعية الصحية أو التربية الصحية اللازمة. وبالتالي من خلال الموضوع جائحة كورونا اتجهت المنظومة الإعلامية الجزائرية إلى تعزيز الإعلام الصحي كأحد أدوات الهامة في بناء استراتيجيات التوعية بمخاطر الفيروس، حيث استطاع الإعلام الصحي الرسمي على وجه الخصوص استقطاب الجمهور لاستقاء المعلومات الخاصة بالوباء رغم منافسة مواقع الميديا الجديدة، خاصة في المرحلة الأولى من انتشار الفيروس، وذلك من خلال الاستعانة بالأخصائيين والإعلاميين لمناقشة المواضيع الصحية وتصحيح المعلومات الخاطئة التي كانت تتداول في أوساط الجمهور. نعلم جيدا أن هناك عدة معلومات صحية كانت تتداول يعني لدرجة أنه المرضى رفضوا استخدام الكلوروكين نظرا لخطورته لأنه قاتل أنه كذا وكذا، وهذا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي. رجعوا إلى ماذا؟ رجعوا إلى الطب البديل، يعني ظهرت هناك صفحات فيسبوكية أو في المواقع الأخرى تدعو إلى ماذا؟ استخدام مثلا الانتظار، استخدام الأعشاب إلى غير ذلك، أجمد لأنها أحسن بديل أو أحسن حل لمواجهة هذا الفيروس. هذه المطلوبة. النقطة الثانية اللقاح. اللقاح يعني لما جاء التفكير في استيراد اللقاح من الخارج، قبل ما يجي اللقاح كانت هناك تعبئة جماهيرية محرضة على عدم أخذ هذا اللقاح لأنه مضر بالصحة، لأنه يقصد لأنه إلى غير ذلك مداعبة في الصور. كان يعني رواد مواقع التواصل الاجتماعي يستخدمون بعض الصور من أجل التأثير. والآن نتحدث عن إعلام الأزمات في الجزائر، هل يوجد إعلام أزمات أم لا في الجزائر؟ كيف تعامل مع هذه الأزمة؟ شكلت جائحة كورونا تحدياً غير مسبوق بالنسبة للإعلام الجزائري بمختلف منابره المكتوبة والمسموعة والمرئية والإلكترونية. كان السؤال يطرح إشكالية ترشيح آليات إعلام الأزمات في بلد لم يشهد الجيل الصحفي الممارس له، يعني حالياً أزمة صحية سابقة من هذا الحجم ومن هذا النوع. تتجسد ولهذا يعني النقطة اللي ركزنا عليها في الفقرة الأولى أنه الإعلام الأزمات يدرس في المعاهد والكليات، يعني الجامعات الجزائرية ندرسه هذا المقياس يعني كمقياس أساسي، لكن المشكلة أنه لا يطبق. لماذا؟ لأنه من المفروض كل مؤسسة إعلامية لديها خلية أزمة داخل مؤسسة منذ يعني مثلا في جائحة كورونا أول إصابة في وهان مثلا الصينية، المفروض أن الجزائر تتأهب أو الإعلام الجزائري يتأهب ويأخذ كل الاحتياطات. لماذا؟ لأن تعاملنا الاقتصادية مع الصين، وبالتالي التجار من خلال يعني دعمية من التجار إلى غير ذلك، أيضا العمال الصين أو الشركات الصينية مثلا البناء الموجودة هنا إلى غير ذلك. هنا كان المفروض أن وسائل الإعلام تخيل الأجندة الإعلامية تاعها وتضع في الحسبان هذه المعلومات أو هذه الأخبار في أساسيتها. وبالتالي لا نقول أن إعلام الأزمات في الجزائر يعاني أزمة. تجسد هذه الأزمة لكي يتعامل مع أزمة كورونا باعتبارها حادثة عادية في بداية انتشاره في الجزائر، يعني لما بدأ ينتشر اعتبر حادثة عادية. بقت دائما الأخبار السياسية تتغير أو تترأس الأخبار كما جاءت الأخبار الأخرى إلى غيره. فهذا الحادث يستوجب التغطية بعد تشكل الأزمة واستفحالها، وهذا ما يتناقض مع الدور الحقيقي لوسائل الإعلام خاصة في ظل التطور التكنولوجي وظهور إعلام جديد متجسد في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أصبحت المعلومات المتعلقة بهذا الفيروس تمر بمأزق الفوضى الناتج عن سهولة الإلقاء واختلاط أخبار صحيحة بأخبار خاطئة والإشاعات وامتزاج العلم الحقيقي بالعلم الزائف.
خاصه في عرض بعض الادويه التي تفيد او تعالج هذا الفيروس. وما لاحظناه في انتشار جائحه قصور الاعلام خاصه التقليدي والخاص بذلك الاعلام التلفزيوني بصفه الاعلام موجه لكل فئه المجتمع او نعم بشان تقديم برامج صحيه تجب المتلقي اليها مثل ما تفعل القنوات الرياضيه او قنوات الطبخ. هذا ما تحدثنا عنه سابقا. من المفروض ان تكون القنوات صحيه بامتياز يديرها اخصائيين علاجيين اكفاء من اجل اداره هذه المساله. فعلى مسمى الاعلام في الجزائر خاصه بالانتشار في البدايه انتشار الفيروس ووصول الى كافه افراد الجمهور والتاثير فيها، وهذا ما يفسد لنا انتشار هذا الفيروس بسرعه في الاوساط الجزائري، لكن هذا لا يعني ان الاعلام وحده هو المسؤول الوحيد، وانما نقص الثقافه الصحيه لدى المواطن الجزائري وعدم الاهتمام بالتربيه الصحيه من قبل مختلف مؤسسات التشجيع. على سبيل المثال الاسره. لما بدا من مراحل التغطيه الاعلاميه لازمه كوفيد 19 هناك ثلاث مراحل مرت بها. المرحله الاولى مرحلة التغطية العشوائية، ثم مرحلة التعبئة المنظمة، ثم المرحلة الثالثة مرحلة التكيف مع الواقع أثناء الأزمة، يعني ثلاث مراحل تمر بها التغطية الإعلامية لهذه الأزمة. لما نقول مرحلة التغطية العشوائية، المعلومات قليلة، حتى الصور قليلة إلى غيرها، وبالتالي كل ما تحصل عليه الوسيلة الإعلامية يتم عرضه، لكن هناك يعني المشكلة أنه هناك بالنسبة لي مصداقية هذه المعلومات مشكوك فيها. لماذا؟ لأن المرحلة الأزمة في بدايتها الأسباب لا نعلم الأسباب، لا نعلم تداعياتها إلى غيرها، وبالتالي تكون تغطية عشوائية. نأتي مرحلة التعبئة المنظمة وهي مرحلة مهمة جدا في تغطية لهذه الأزمة. فتعرف وسائل الإعلام على أهمية الأزمة وتحصل التغطية الإعلامية على أعلى درجات تسييق منظم من خلال الحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية. كانت معظم وسائل الإعلام تتجه إلى ماذا؟ إلى منظمة الصحة العالمية والمعلومات الرسمية التي تقدمها من منظمة الصحة العالمية لأجل الحصول على أرقام وإحصائيات وتوجيهات إلى غير ذلك. المرحلة الثانية المرحلة نعيشها اليوم هي مرحلة التكيف مع الواقع أثناء الأزمة وبعد الأزمة، إحنا الأزمة ما زالت متوسطة، نقول أثناء الأزمة فقط. تضع وسائل الإعلام استراتيجية جديدة تتناسب مع الهيئات في الأمور في مجتمع بمعنى ضرورة التعايش مع الفيروس مع لازمة. هنا تقع على عاتق الإعلام بنوعيه يعني التقليدي والجديد خاصة التقليدي مسؤولية كبيرة خاصة في هذه المرحلة التي نعيشها. ونحن نلاحظ أنه المواطن الجزائري استغنى عن تلوث الكمامة، استغنى عن التباعد الاجتماعي، عن التقارب، التلامس إلى غير ذلك، وبالتالي على وسائل الإعلام استدراك هذه النقطة. لماذا؟ لأنها يجب أن تركز على ماذا؟ كل أساليب التوعية والتحسيس والإقناع من أجل محافظة على صحة المواطن. ننتقل إلى أشكال المعالجة الإعلامية. عندنا أولاً المعالجة المثيرة، المعالجة الناقصة والمعالجة المتكاملة. فيما يخص معالجة أخبار كورونا، أولاً المعالجة المثيرة، أول ما ظهر الفيروس كانت هناك ماذا؟ تهويل ومبالغة وتخويف في الشعب أو كل أفراد المجتمع الدولي وحتى المحلي. من أجل ماذا؟ من أجل أخذ الأعتقاد، يعني كانت هناك تضليل إعلامي للرأي العام، وهنا تطرأ على هذه المعالجة عدم المصداقية وعدم التأكد من مصدر الخبر. المعالجة الناقصة هي عكس المعالجة الأولى. الأولى هي التهويل، الثانية المعالجة هي التهويل والتقليل من قيمة الحدث، التهويل والتقليل من قيمة الحدث. المعالجة المتكاملة هي العمق والشمولية والمتابعة الكاملة، وهذه المعالجة المتكاملة تكون في ذروتها وذروة انتشار الفيروس. لماذا؟ لأن وسائل الإعلام لديها مصادر استقاء المعلومات بكل أنواعها، خاصة المصادر الرسمية كوزارة الصحة ووزارة الصحة العالمية إلى غير ذلك. وهنا تتبع أسلوبين، تتبع الأسلوب العقلي أولاً، الأسلوب العقلي تلاحظ ان وسائل الاعلام كانت تركز على الارقام، يعني الارقام الصور الى غير ذلك. لماذا؟ لانها حسب وسائل الاعلام هي اساليب عقليه او حجاجيه، يعني ان المواطن لا يقتنع الا من خلال ذكر بعض الارقام والاحصائيات حتى الصور. النمط النقدي هو نفسه، يعني تقديم بعض الحجج والبراهين لكن باشراف الجمهور، بامكان الجمهور اعطاء رايه، وهذا الاسلوب موجود في الاعلام الجديد وايضا اصبح يطبق في الاعلام التقليدي اللي هو التفاعليه او التفاعل.
لديه القدرة أو إمكانية المشاركة في برنامج إعلامي معين. أهم النصائح التي كانت تستخدم الوسائل التقليدية الجديدة يعني كان أستاذ يعني أهم النصائح أغسلي يديك وتجنب السعي يبقى في منزلك إلى غيرها. هذه النصائح تداولها مختلفة وسائل الإعلام الجديدة والتقليدية. هناك بعض الصور التي تداولها من وسائل الإعلام بنوعية يعني بداية انتشار الفيروس ثم كيفية العلاج والوقاية منها ثم كل ما قام به المواطن الجزائري من التنظيف و الاهتمام بالبيئة يعني الاهتمام بالبيئة يعني البيئة أنا أخذت حصتها من يعني في هذا الفيروس كان فيروس كورونا كان له تأثير إيجابي يعني الاهتمام يوميا بالنظافة والأشجار إلى غير ذلك. ثم أنا كنت تضامن اجتماعي من خلال توزيع الكمالات وأيضا المواد الغذائية الأساسية بكالوريا أيضا كانت تغطية وزيع وسائل الإعلام الجديد والتقليدي. هذه معظم الصور التي تداولتها وسائل الإعلام التقليدية والجديدة. خرجنا ببعض التوصيات، هذه التوصيات مستقاة من مشاهدتنا للمشهد الإعلامي أولا وثانيا خلال قراءتنا لبعض نتائج الدراسات الميدانية. أولا ضرورة التزام كل وسائل الإعلام التقليدية والجديدة الموضوعية ونشر المعلومات الصحيحة والحد من التهويل والمبالغة في معالجة جائحة كورونا أو حتى الأزمات المستقبلية إن شاء الله ما تكونش أزمات. الالتزام بالمصداقية والابتعاد عن التقرير الإعلامي في طريقة التقرير الإعلامية لجائحة كورونا أو أي أزمات أخرى لأننا نتعامل مع المقياس الحقيقي لسعادة الإنسان ورفاهيته وهي الصحة. ثالثا ضرورة التزام الصحفيين والإعلاميين بالإعلام التقليدي وحتى مستخدمي الوسائل الجديدة في صحافة المواطن بأخلاقيات المهنة الإعلامية لا سيما أن الكثير من الحكومات لا تتعامل بشفافية فيما يتعلق بإحصائيات الإصابات والوفيات جراء فيروس كورونا وهذا ما أشارت إليه جمعية أو منظمة مراسلون بلا حدود. هذه المنظمة أصدرت بيانا تبين فيما لا تبين أن الحكومات أصبحت لا تتعامل بشفافية ومصداقية خاصة مع الأرقام التي أصبحت تقدم. خير مثال على ذلك منظمة الصحة العالمية كانت تشكك في الأرقام التي كانت تقدمها وزارة الصحة الجزائرية. رابعا استعانة الأخصائيين والأطباء الإعلاميين كأكفاء لمناقشة مواضيع خاصة بجائحة كورونا في البلاطوهات وتصحيح معلومات صحية خاطئة تداولها الوسائل الجديدة. ثم يجب أن تأخذ وسائل الإعلام بنوعية تقليدية وجديدة العبرة من تجربة تغطيتها لجائحة كورونا يجب إعادة النظر في فهمها وتعاطيها مع الإعلام الصحي حتى لا تتكرر مثل هذه الأزمات الصحية في عصر تدعي فيه البشرية أنها خطت خطوات متقدمة في النمو والتطور بينما يصعب عليها الاستعداد لمخاطر تهددها من ذو القدم والمتمثلة في الأمراض والفيروسات والأوبئة. ثم اهتمام أكثر بصحة المواطن الجسدية والنفسية من خلال تفعيل دور الإعلام الصحي لفتح قنوات متخصصة في هذا المجال، إعادة النظر في العلاقة بين الإعلام والأزمات من خلال تكوين إعلاميين وأخصائيين أكفاء لإدارة الأزمة الإعلامية. خاتمة لهذا المداخلة نقول أن جائحة كورونا أثرت على كل مجالات الحياة، لذا أصبح لزاما على كل مؤسسة إعلام التكيف مع هذه المستجدات، ولا يتم هذا إلا عن طريق نقل الأخبار بمصداقية وموضوعية وتفعيل أدوار كل الإعلام الصحي وإعلام الأزمات، فلا يمكن الوصول إلى الاكتفاء الذاتي في احتياجات المواطن أو فرق إلى المعلومات الصحيحة عن هذا الوباء وكيفية الوقاية منه وأهم تدابير الإجراءات اللازمة للحد من انتشاره إلا إذا تكاتفت جهود كل من الإعلام التقليدي والجديد اللذان برزوا هما في منذ بداية أولى انتشار الفيروس من خلال تقديم التوعية والتحسيس والتوجيه بضرورة الوقاية. شكرا على حسن المتابعة والإصغاء. عامري والأستاذ ميسي ودكتور الخدمات الجامعية بالميلود سليمان إلى المنصة من أجل إعطاء التوصيات الأخيرة. الدكتور لطفي الحاج تفضل. طبيب الميلود سليمان. في كلمة مختصرة كل طبيب أستاذ يعطينا التوصيات الأخيرة لهذا اليوم الإعلام. Thank you.
دخل هذه الأستاذ المدخلة حول الكوفيد. السلام عليكم. سمعنا برك مداخلة حول بما أننا نتحدث عن موضوع تاع كورونا فيروس داخل يعني في الوسط الجامعي، ارتئينا باش نديروا نفتحوا قوس نفتحوا يعني في كاين تجمعات طلابية في الإقامات الجامعية. دونك داخل الإقامات الجامعية كاين خصوصيات ماشي كيما يعني برا. علاش؟ باسكو برا ليتيديون يجي يقرا ويروح لدارهم، كاين اون بريزون شارج فاميليال. بار كونتر داخل الإقامات الجامعية عندنا خصوصيات، من بين هذه الخصوصيات هي يعني خصوصيات خاصة بالتجمعات السكانية ولا الكوليكتيفيتي. خيرنا باش نعرفوكم يعني بمدير الإقامة الجامعية بولاية شلف تحتوي على 6 إقامات جامعية حاليا، بغض النظر عن الإقامات اللي راهي في المشروع. حاليا كاين 6 إقامات، 4 إقامات إناث، 2 إقامات تاع ذكور، و 2 مطاعم مركزية. علاش قلت المطاعم؟ لأن حتى المطعم معني بالبروتوكول الصحي. نقسموا يعني الدراسه تاعنا الى مرحلتين، السنه الجامعيه الفارقه والسنه الجامعيه الحاليه. كي نهضروا على السنه الجامعيه الفارقه يعني بدينا الدراسه ومن بعد تلاقينا بهذا الوباء. اما السنه الجامعيه الحديثه يعني كيف كان البدايه تاع الدخول الجامعي في ظل وباء كورونا ويكملوا الدراسه تاعهم، والبدايه تاع استقبال الطلبه السنه الجامعيه 2021. يعني منذ شهر فبراير 2020 قامت مديرية الخدمات الجامعية لولاية شلف بحملات تحسيسية بالتنسيق مع مديرية الصحة لولاية شلف. هذه الحملات التحسيسية كانت على شكل محاضرات توعوية، وين درنا دورات حول الإقامات الجامعية، وقمنا بتوعية الطلبة والطالبات حول أولا تعرفناهم بالمرض لأننا كنا في بداية المرض، وعرفناهم بالخطورة على المرض. وهذا في شهر فبراير 2020، وعرفناهم بطرق يعني الوقاية من المرض قبل ما نوصلوا لحالة تاع البؤرة، وين تحدث في الجزائر يعني حالات كبيرة. المؤسسة الشريكة في ظل الوباء يعني مديرية الخدمات الجامعية ما تقدرش تكفل وحدها بحالات الإصابة، يعني عندها شركاء اللي هي الأول كاع مديرية الصحة اللي باسكو لازم نتسقوا معاهم، ثانيا المستشفى وين كان هذاك الوقت لوبيتال دو ريفيرونس كان الأخوات باتش، وثالثا مع الحمايه المدنيه اللي كان عندها دور مهم في التكفل بالحالات المشبوهه، لانه في الاول كانت عندنا حالات مشبوهه ومن بعد دوك نشوفوا واش كان كاين عندنا. دونك الدخول الجامعي في ظل الكوفيد في المرحله الاولى يعني راح انتهت بحجر كما حبسوا الدراسه، توقف عن الدراسه. اون افي با دو كا، يافي كيلكو كا يعني دو غريب سيسبيكت، مي اون افي اوكين كا دو كورونا فيروس يعني في على مستوى مديرية الخدمات الجامعية لولاية شلف. أما بعد الدخول الجامعي تاع 2020 2021 تم استقبال يعني طلبة على الدفعات على حسب لابيداغوشي، حنا نتبعوا لابيداغوشي، يعني كل دفعة معنية بالدراسة راح حنا نستقبلوا داخل الإقامات الجامعية على مستوى وحدات الطب الوقائي. في طبيعة وحدات الطب الوقائي الدخول يعني كان قانون صارم في استقبال الطلبة والطالبات من الباب تاع الإقامة حتى لا ريستوراسيون ليبرجومون وليكزامان كلينيك. الفحص الطبي كان إجباري كما كل سنة عندنا على الدخول الجامعي، كاين فحص إجباري لكل الطلبة والعمال. هذا الفحص الإجباري إذا كان طالب جديد نفتحوا له ملف طبي، إذا كان طالب قديم نجيب له الملف الطبي تاعو وندونوا الحالة الصحية تاعو الحالية. دونك بما أنه كنا في وما زلنا يعني في حالة صحية استثنائية، التشديد في الفحص الطبي على الأعراض تاع كوفيد 19. عدد الحالات اللي صبناها لحد الآن منذ الدخول الجامعي تاع هذا العام ومنذ بداية كورونا هو زوج حالات، كانت عندنا زوج طالبات حالات أكيدة، يقولوا حالات أكيدة إيجابية يعني بسياق بوزيتيف. كان التكفل بها في العين يعني غير بانوا الأعراض، تعاوننا مع الحماية المدنية ومستشفى تاع أخوات باتش أين تم التكفل. الحالتين التكفل بها كانوا حالات مشبوهه، يعني لا بريزون شارج تكون ماشي كيما الحاله تاع كوفيد. علاش؟ باسكو كوفيد لازم له ليزورمون،
خصصنا في كل اقامه جامعيه دي بابيون اجنحه خاصين بالعزل. هذا البابيون ما يسكن فيه حتى طالب، يبقى خاص بحالات ان وجدت. بما اننا صرنا زوج حالات حطيناهم في هذه الاجنحه وتعاملنا معهم عن طريق الحمايه المدنيه ومستشفى تاع اخوات بوج. كما اننا قمنا خلال شهر فبراير هذا اللي فات بحملات تحسيسيه حول لقاح كورونا فيروس، اللقاح اللي عنده دور مهم ماذا بينا نفتحوا قوس عليه. علاش؟ باسكو رانا نشوفوا فيه الامل. هذا اللقاح هو الاسبوار تاع يعني كل المجتمعات على مستوى العالم. درنا حملات تحسيسيه بالتنسيق مع مديريه الصحه اللي ولات خويا مشهور على ذلك، وين جاوا معنا اطباء تاع الوقايه تاع لا دي اس بي، ودرنا على كامل الاقامات الجامعيه عرفنا الطلبه والعمال بالفاكسين تاع الكورونا فيروس، ويعني حفزناهم باش يحفزوا بدورهم العائله تاعهم باش يقوموا بعمليه التلقيح والفائده تاع التلقيح. يعني هذو هو صور على عمليه بالتنسيق مع اطباء تاع الوقايه على كل الاقامات الجامعيه. والمتابعه النفسيه ثاني، عندنا دي بسيكولوج على مستوى الاقامات الجامعيه، يعني كل الحالات المشبوهه والاكيده لازم يتم التكفل بها افيك دي بسيكولوج. علاش؟ اذا ما كانتش كاينه اون بريزون شارج بسيكولوجيك ما درنا والو. كما كان يهضر الاخصائيين النفسانيين استدير ليكزام بسيكولوجيك بريمونتير. ولا زال البروتوكول الصحي الى هذا اللحظه ساري المفعول. علاش؟ هو قال لك ماغري كاينه اون فاكسيناسيون، يعني انا بدوري ثاني نوصل لكم الميساج فاكسينيفو على هو الاسبوار تاعنا. ماغري كاين لا فاكسيناسيون، مازال ما وصلناش نسبة للمبتغات اللي راهي تأمل فيها الدولة تاع لا فاكسيناسيون، نبقاو دائما نحافظوا عن طريق الكمامة وطرق التعقيم والتباعد الجسدي. كي نوصلوا 70% نوصلوا 70% ثم وين نقدروا يعني 70% من الناس ملقحين، ثم وين نقدروا يعني نستغناو، ممكن نستغناو على الكمامة ولا على أحد البروتوكولات الصحية. ونشكركم على الاستماع. نشكر الدكتور على المداخلة التي أبرز لنا من خلالها سيرة العمل بالنسبة للخدمات الاجتماعية والتكفل بالطلبة الجامعيين في ظل هذا الوباء اللي هو وباء. إذا المجال مفتوح للمناقشة، وأبدأ بالأستاذ المتدخل أولا لإعطاء جميع التوصيات حول هذا الوباء، وربما التوصيات التي يمكن أخذها بعين الاعتبار لنكون في غير متحدين لمجابهة الوباء في الاعتبار. شكرا. نشكركم مرة ثانية حضور مشاركتنا هذه اليوم التحسيسي. شوف، هي الحملات التحسيسية بدأت من أول ظهور انتشار الوباء في ووهان، يعني في الصين بدأت الحملات التحسيسية بدأت بها الجمعية ولا زالت لحد الآن، والحمد لله هي هذا دور الحملات التحسيسية. دائما نشوف النتيجة تاعها مع الوقت الراهن اللي رانا فيه. نتكلم على ولاية شرف اليوم الحمد لله، يعني في المستشفى كما قال السيد ناويس زكريا كاين حالات 26 حالة استشفائية، ما كانش حالات خطيرة، ما كانش تزايد في حالات الانتشار. ولكن هنا لازم يعرف المواطن أنه ما دام الفيروس موجود يجب دائما يكون عنده ذاك الوعي الصحي الاحتمال، يعني دائما حط في باله كاين انتشار فيروس، دائما يعني يبقى بالالتزام بالتدابير الوقائيه. اليوم وصلوا بدا الفيروس بدينا بتباعد جسدي، الكمامه، غسل الايدي، ومن بعد وصلنا للحجز المنزلي الصحي، حتى كان حجز جزئي وين ولاو يمنعوا الخروج سيارات بعض المدن الولايات. ثم كان بروتوكول استشفائي، يعني كان موعد في جميع المستشفيات،
برغم أن الدواء يعني كان دواء يعني أعراض مش دواء خاص يعني بالفيروس لأنه فيروس جديد. لقنا وين المختبرات الصيدلانية عدة اختبارات صيدلانية داروا اللقاح دخل اللقاح في الجزائر يعني الجزائر الآن الشيء موجود ما يعني هو في الأيام التحسيسية لازم يكون دائما التدابير الوقائية واللقاح يعني ماذا بينا الناس تأخذ يعني اللقاح وما دام الفيروس موجود ما دام يعني الأيام التحسيسية دائما تكون متواصلة. مشكور. تشكر الدكتور على هذه التوصيات الطيبة وأحيل الكلمة إلى الطبيب لإعطاء جميع التوصيات خاصة هو أنه طبيب الجامعة وبالتالي يمكن أن يمد مجموعة من التوصيات التي تتعلق بهذا المجال والمجال المجال التعليمي والمجال الجامعي في دمشق. يعني نفس التوصيات التي قام بإلقائها الزملاء يعني التدابير الوقائيه هي الحاجه الاساسيه للبقاء من هذا المرض هي اولا قبل التطعيم ومع التطعيم وبعد التطعيم يعني الحاجه الاساس هي البقاء والحمد لله ان هناك قد توفر لنا اللقاح وهذا هو الامل الوحيد في الانتهاء من كل هذه الازمه ان شاء الله. السلام مباشرة إلى السيد مدير الصحة فريق فضل مشكورة حول إعطاء جميع التوصيات حتى نكون فعلا متحدين لمجابهة الوباء فريق فضل مشكورة. شكرا لك. الأكيد أنه حتى نكون جميعا مجندين للحد من انتشار فيروس كورونا أو الفيروس المستجد كورونا 2019 التدابير الوقائية هي أهم شيء. يعني العلاج الوحيد هو التدابير الوقائية وهي معروفة وبسيطة جدا. إنسانية ارتداء الكمامة يعني أكثر من واجب. إذا أردنا أن نشارك في الحد من انتشار الفيروس وجب علينا جميعا الالتزام بارتداء الكمامة بالإضافة إلى التباعد الاجتماعي والجسدي وغسل اليدين بانتظام وتعقيم المقرات. هذه أمور يعني لا مفر منها ووجب علينا أن نطبقها من حذفها. كان نقطة مهمة أريد أن أشير إليها هي عدم الاستهزاء بفيروس كورونا لأن الاستهزاء يؤدي إلى ما لا يحمد عقباه. إذا استهزينا به راح ينتشر هذا الفيروس والانتشار تاعه راح يخلف يعني يكون عنده آثار سلبية. يعني فترة الحجر الصحي كانت صعبة على الجميع سواء اجتماعيا اقتصاديا سياسيا يعني ماذا بينا نعرف بحاجة الحجر الصحي. لذلك التحسيس بمخاطر يعني عودة انتشار هذا الفيروس حتى يكون المواطن على قدر المسؤولية الموقعة عليه احنا من واجبنا او من جهتنا كمستخدمين قطاع الصحة ووصايا يعني متمثلة في مديرية الصحة والسكان يعني نكون واجبنا هذا الشيء مفروض منه نؤدي واجبنا الى اخر اليوم في حياتنا يعني احنا كاطباء وشرطة طبيين او جميع المستخدمين يعني واجبنا ان نؤدوه ما فيش نقاش لكن المواطن ملزم بان يؤدي واجبه ويقدم يعني مثال على الوعي والمسؤوليه المتعلقه به اجراءات بسيطه لا تكلف شيئا وهي اجراءات وقائيه ويبقى العلاج خير الوقايه خير من العلاج. كذلك بالنسبه للتلقيح التلقيح هو نوع من العلاج يحد انتشار الفيروس. هناك ربما هناك مخاوف من بعض المواطنين لكن منافع لقاح التلقيح افضل من مساوئه لذلك يجب ان يساهم المواطن في تمرير عمليه التلقيح بنجاح حتى يساهم في العوده الطبيعيه لحياتنا الاجتماعيه والاقتصاديه. وشكرا لكم على تنظيم هذا الاسبوع المغربي للصحه الجميع. شكرا. باحثين في هذا المجال اريد ايضا الاشاره الى اهميه المقاربه
أهمية المقاربة الكلية في عملية المعالجة. معناها لما نتحدث عن المقاربة الكلية فعلا أنه الجيش الأبيض كما اتخذها التسمية من خلال الوباء يتصدون بكل ما أوتيه من قوة إلى هذا الوباء خاصة في جانبه البيولوجي، ولكن نريد أيضا أن يكون هذا العلاج هو علاجا كليا أو مقاربة كلية، معناها يتناول الأبعاد الأخرى خاصة الأبعاد التي تتعلق بالبعد النفسي والبعد الاجتماعي، ولما لا أبعاد أخرى كما أشرت الأستاذة في الجانب التناول الإعلامي والتناول الاقتصادي، ولما لا حتى أبعاد أخرى حتى نتمكن من إحاطة هذا الفيروس بكل الجوانب ونكون فعلا